السلام عليكم، كيف تكون اموركم؟ بخير وعلى خير. فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم الوصفه ديالنا غتكون جوج ديال الافكار ديال السندويشات اللي جدا سهلين ولذاد. كنعرفوا ان الجو سخون، كنبغيو الوجبات السريعه اللي بالزربه، ما بقاوش واقفين في الكوزينه. فاليوم اللي كتقلبوا عليه غتلقاوه. عندنا الساندويتش ديال الدجاج والساندويتش ديال الكفته، ودرنا معاهم بوتيتوس اللي كيحماقوا عليها الصغار والكبار. ما غنخليكمش تشوفوا الوصفه قبل ما تسمعوا هاد القرمشه اللي كاينه هنا. ميمكنش. يا سلام، سمنا. رائع رائع. عرفتي الدجاج؟ شوف شوف، هذا فرماج ماشي دجاج. دجاج رطب بزاف. بوطيطوس، ما نزيدش نطول عليكم، خليكم تشوفوا الوصفة. عندنا تشكيله من الاجبان هنا، يدي المصدام مع الشيدر، عصير ديال الحامض، شويه ديال الحار، موتارد، ثومه، شبت، البيرسياد او اي اعشاب مسمى عندكم، بابريكا فيمي او تحميره فيمي، صدر ديال الدجاج مقطع شرائح. عندنا هنا لافوكا مطيشه مقطع مكعبات، كفته، عندنا الوده محكوكه، الحبق، عندي بطاطا لي سبق لي قطعتها بهذا الشكل وسلقتها، عندنا خل تفاح، شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت الزيتون، وعندنا الزبده. وطبعا ملي كنقولوا ساندويتش خاصنا الخبز، عندنا خبز ديال الساندويتش. خديت انا هذا وهذا. غنبداو اول حاجه بالدجاج، غناخذو غنرقدو، غناخذ شويه ديال الثومه، شويه ديال البيرسياد اولا الزعتر او اي اعشاب منسمه كتعجبكم ممكن تستعملوها فهاد الوصفه. ما كاينش شي حاجه اللي بريسيز خصها تكون فيها. غنزيد شويه ديال العصير ديال الحامض، شويه ديال الحار، كيبقى اختياري، ممكن نديرو بزار، انا كيعجبني ندير الحار. شويه ديال الموطارد، شويه ديال خل التفاح. كيف ما قلنا خل التفاح كيفتي لينا الدجاج وكيسهل عمليه الهضم، حتى هو مفيد بزاف خل التفاح. هنا شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت العود، نخلط كل شيء فحال ما هكذا. عاد باش كنحاول انني ندخله في الدجاج، قد ما خليناه كيترقد، قد ما شرب العطريه، قد ما كيجي بنين. نخليه كيترقد وغندوزو دابا غنديرو صلصة الطماطم. توجد غندير مطيشة مقطعة مكعبات أو طماطم مقطعة مكعبات في هذا الشكل في المقلة، وغنزيد معاها شوية ديال التومة، شوية ديال الملحة، شوية زايدة ديال الملحة، ولكن نردو معاها البال، وشوية ديال الحار. غندير زيت الزيتون وغنديرها العافية، نخليها تعسل مزيان حتى تبان لي وقفات في الزويته ديالها، عاد باش غنخدم بها من بعد. ديرها تعسل ونتلاقاو من بعد. في الوقت اللي مطيشه كتوجد غنوجدو الكفته ديالنا. عندي هنا الكفته اللي فيها ريدام شويه زايد، غنزيد فيها ما تبقى عندي ديال الثومه، تقريبا هنا غتكون واحد نص طاس ديال الثومه، وغنزيد شويه ديال الحار، ماشي بزاف باش نرد البال على حساب الحار اللي درتو قبيله. وغنزيد شويه ديال التحميره فيمي، غنزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البيرسيات، شويه ديال زيت العود. كتبغي ايه درتي زيت العود؟ انت اصلا واخا الكفته فيها ريدام زايد، زيت العود كيرطب لينا الكفته، ما كتجيش الكفته ناشفه. غنعجن هادشي مزيان ونكوروه ونتلاقاو من بعد. بعد ما كورنا الكفته غندوزو نصوبو البطاطيس ديالنا او لي بوتيتوس.
كيف ما قلت عندي انا البطاطا هنا اللي قطعتها بهذا الشكل وسلقتها في الماء بارد ومالح. كنديرو في الاول بالماء بارد ديما ملي كنبغيو نسلقوا البطاطا للشلاضه ولا اي وصفه غادي نقطعوا فيها البطاطا ما بغاوش تهرس لينا وما بغاش تعجن فكنسلقوها في الماء بارد. علاش الماء بارد؟ لان سلقناها في الماء بارد كطيب من الداخل لبرا، الا درناها في الماء غليان كطيب من الداخل من برا للداخل، يعني ما كتجي فين توصلها الطياب للداخل حتى كتكون تعجنات على برا لانها كانت اون كونتاكت مع الماء سخون من الاول. فهذا هو الشكل ديالها. بعد ما تسلقات غناخذ شويه ديال زيت العود، غنزيد شويه ديال الملحه ونردوا البال لان سرقنا في الماء مليح من الاول. غندير شويه ديال الشبت او لانات، ممكن ما نديروش، هنايا المنسمات كيبقاو على الذوق ديالنا وعلى اشنو كيتوفر عندنا. غندير شويه ديال بابريكا فيمي وغنحركها. بعد ما خلطتها مزيان غندخلها الفران نسخنته على درجه الحراره 200 وغنخليها كطيب من 10 دقائق حتى 20 دقيقه على حسب الفران ديالكم والسخونيه ديالو. غندخلها الفران ونتلاقاو بعد. فهاد الوقت غنصوبوا الغواكامول اللي غنديروها في الساندويتش ديال الدجاج. عندي هنايا لافوكا، غنزيدوا شويه ديال العصير ديال الحامض مع الملحه، شويه ديال المطرب، شويه ديال زيت العود، وكنمقسوها مزيان مزيان. طبيعي الحال عينينا على لاصوص اللي حليناه كطيب، مره مره كنحركوها باش كتعسل لينا مزيان وكتجي طيبه مزيان للمطيشه ديالنا. يعني هذا هو الشكل ديالها. بعد ما وجدات كنوضعوها جانبا وغنرجعوا صلصه الطماطم باش نزيدوا فيها الكفته، ولكن قبل ما نزيدوا الكفته غنزيدوا شويه ديال الحبق. ديما كيف ما كنقول الحبق خصو يتقطع بيدينا ما يتقطعش بالموس باش ما يتاكسدش. حركوها مزيان، شفتوا كيفاش وقفات؟ نقدروا نستعملوا حتى الطماطم اللي كيكونوا في الكان ديال البيلاتيس ممكن نستعملوها، الا ما كانش فينا اللي قطع مطيشه ممكن نستعملوها. غناخذوا دابا الكفته ونستفوها، نقلبها على الجهه الاخرى بحال هكا. غنغطي عليها نخليها طيب. وفي هذا الوقت غناخذو ونطيبو الدجاج. عندي المقله اللي درتها كتسخن، بعد ما طاب لينا الدجاج كنزولوه هي وجدات. طفيت عليها وغنقطع فيها عاوتاني الحبق ونخليه فيها، غنزيد مزال شويه ديال الحبق. شوف هنا القانون شحال ما عز عليكم الحبق زيدوه. غنغطيوها ونخليوها ترتاح واحد شويه باش رجع داك الحبق رجع ليه السخونيه ويطلق البنه ديالو. غناخذوا دابا هذا الخبز وغنحاول نقطعوه لشرائح. غناخد شويه ديال الزبده وغندهن الوجه ديالو. ما غناخد من الجهه الاخرى وغناخد شويه ديال الغواكامولي. غناخدو طريف ديال الدجاج وغناخدو الفخوماج.
نخلي الاخر من الجهه الاخرى بحال هكذا، وغنعاود نفس العمليه بالنسبه للساندويتش الاخر. بالنسبه للفرماج كل واحد شنو كيبغي، شنو اللي كيفضل، كاين اللي كيفضل الشيدر، كاين اللي كيفضل الكودا، كل واحد شنو كيبغي يدير. وتقدروا تكثروا من لوغول اللي نتوما كيعجبكم. انا كيعجبني الشيدر يكون بيض، فانا درت جوج ديال الشيدر وحده ديال المصدر. غنغطي عليهم بحال هكا وغنديرهم يتشوفوا فوق من المقله. عندي مقله هنايا سبق وسخنتها وغنحطهم يتشوفوا فوق منها. في هذا الاثناء غنرجعوا الساندويتش ديال الكفته. الكفته بعد ما وجدات عرفتي ريحه الحبق رائعه. غناخذ دابا الخبز نقسمه على جوج ولا تخليه وسطين نتوما هو اللي بغيتو. انا غنقسمه وغنحلو بحال هكذا. كنحلو كنحاولوا اننا نديرو فراغ في الوسط. كناخذوا لاصوص هي الاولى طبعا، كنحاول نهزو معنا حتى الحبق. وكناخذوا الكفته بهذا الشكل. كناخذوا شي حاجه اللي غتدخل الفران. طبعا حنا ما كنساوش الساندويتش. نرجع الساندويتش ديالنا كيف ما قلنا كنعمرو لاصوص الطوماط هي الاولى مع الحبق. ضروري نهزو الحبق. كناخدو الكفتات بهاد الشكل، نزكيوهم ونكملو نفس العملية حتى كنكملو الكمية ديالنا كاملة. إذن بعد ما كنكمل الكمية كناخد الفرماج المحكوك وكنديرو من الفوق بهاد الشكل. طبعا عينينا على الخبز اللي خليناه كيتحمر، فهو تقريبا وجد. غنطفي عليه دابا العافيه، غندخلو الفران غير يدوب لينا الفرماج ونطلقهم بعد. اذا بعد ما تحمر لينا مزيان، سمع السلام، شوف الفرماج كيفاش داير. مسكين سخون مسكين سخون، شوف كيفاش محمر بجوي بجوج. هذا هو الشكل ديال البوطيطوس من بعد ما تحمرات. وهذا هو الشكل ديال الساندويتش ديالنا بعد ما داف فيهم فرماج. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انه ينال واعجبكم وانكم تجربوهم. وبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ونشوفكم في فيديو قادم على خير. وما تنساوش سبسكرايب باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.